أيها المسلمون، في ملتهب القضايا الاجتماعية اليومية والمشكلات الأسرية العالمية تتبدى قضية مهمة، قضية عالجتها الشريعة الغراء بأروع أنموذج وأبدع مثال، قضية لا يتولى حلها إلا الأفذاذ من الرجال والحكماء من راجح الصفات والخلال، قضية شهد لها الواقع بأنها تجعل شم البيوت بلاقع، تورث الأسف والأرق والأنكاد والحرق، تسوق إلى الأسر سحب الفراق والغم وزعازع الشتات والهم. كم فرقت من جموع وأذرفت من دموع، كم أيمت من نساء وشتتت من أبناء، حولت كثيراً من عامر البيوت ونظيم الأسر إلى سعير لا يطاق. إنها يا رعاكم الله قضية الطلاق ومعضلة الفراق، والله المستعان. وها نحن نذكر بقضايا الطلاق بدموع الأحداق، سائلين الله لكل زوجين الوفاق والاتفاق ومجافاة الفراق والطلاق. أمة الإسلام، لقد كثر الطلاق في المجتمعات والآفاق، واستخف به أقوام لأيسر الأسباب. قال تعالى محذرًا من التعجل في الطلاق: وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرًا.